الجيتار فيه كم وتر؟ ستة. إجابة صحيحة. فريق بابا. إيه ده؟ ماشي يا إجابة. ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية. إليزابيث الثانية إجابة صحيحة. أنت ما قلتيش السؤال اللي هو فيه. قاري أنا قاري أنا حسيت السؤال هو جاي. هو جاي. الملكة إنجلترا ملكة إليزابيث فين السؤال؟ انت قلتي اكمل من قبليها قلتي اكمل ما قلتيش اكمل. انا حسيت ده باطل باطل باطل. اه طبعا شيل السؤال ده. لا مفيش حاجه اسمها. ما هو احنا ايش عرفت السؤال ده؟ ملكه انجلترا ها مالها؟ جايز جعانه عطشانه تعمل حاجه؟ فين السؤال؟ مش قادر يعترف بالخسارة دي. طيب قولي السؤال قبل ما تقولي السؤال. طيب الملكة إليزابيث جوز الملكة إليزابيث اسمه ايه؟ شارلز. ابنها تشارلز. اسمه ايه؟ اسمه ايوه يا مارتش. انت مش انجليزي لازم انت تعرفي. ذا كراون. اه فرقش علي كنت هبدأه يا ريتني بالهرطة. ها جوز ملكة إليزابيث مش انجليزي. ابو العيال ابو شارلز. ابو شارلز بالفه فانتوماس. لا استنى فيليب. فيليب صراحة. انا كنت بهزر في الاول لكن هو الملك الامير فيليب صحيح. طب بس 2-1 صح؟ 2-1 اه تتغير. ما هي جنسية اعضاء فريق البيتلز؟ انجليز. ايوه اجابه صحيحه. ما انجليز ما انا قلت اجابه صحيحه. تمام. الابراج مالها؟ كامبورج. اجابه صحيحه. بحس بالسؤال وهو جاي. نرجع تاني. الابراج مالها؟ الابراج مالها؟ شفت السؤال انت قلت ابراج 12. ايه الابراج؟ جايز بتكلم عن برج القاهره. هو لماح. برج ايفل. كم برج في الدنيا؟ دي بديهه سرعه ولا ايه؟ فاكر بتقولي الابراج كده انا عارف السؤال جاي منين. كام ابراج فلكيه؟ هو السؤال ده باطل برضه. لا 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 ما مش كل سؤال بقى باطل. لا السؤال ده بتاعنا. طيب هي اجابه صحيحه انه 12 برج. طب عدهم يا ادوارد. طيب اتفضل. 12 برج. قول انت فريق واحد. قولي الجدي الدلو الحوت الثور السرطان الاسد العذراء العقرب الحمل الكوس. فضل البرج بتاعي دي مفاجاه. الميزان. الشطاره دي ازاي الواحد لو قعد يعد ال 12 برج؟ السرطان. انت شاطره جدا. انا بحب يعني حافظاهم كده ليه؟ يعني كلنا عارفينهم بس ان احنا نعدهم ورا بعض مش يعني بحبهم. بحب انا علم. طب اه دي اخدت نقطه. باطل بقى. كل ده اخدت نقطه. ده انا قايل كل الاجابات اصلا. كلكم متعلمين فرنساوي والحمد لله. ما طيب منطقه بولاق بولاك جوكير. لا قلتها الاول. بولاك جوكير. انا قلت لا قلت بولاك جوكير. يعني ايه بولاق؟ بولاك جوكير يعني ال اسمها ايه؟ اللاك. ايوه صح. لاك اساسا صح. لاك ايوه. بحيره. ايوه البحيره الجميله بتاعت القاهره. يا جمال برافو. البحيره الجميله بولاك. بولاك يعني بولاق اسمها الفرنساوي معناها البحيره الجميله. في كلام كتير متاخد من الفرنساوي. اجابه صحيحه. طيب موتسرت المؤلف الموسيقي الشهير ما هي جنسية موتسرت؟ هولندي. مش هولندي. لا قريب يعني في المنطقة بس مش هولندي. بولندي. لا لا غلط. لو وزن نورماندي. لا غلط. نورماندي. لا مش لا يا رايق قوي. بسرعة قول الدول كلها بسرعة. صحيح. نمساوي صح. إجابة صحيحة. لبنان قالت الإجابة صحيحة. موتسرت. مش عرفت بموتسرت تعرفيه منين؟ عرفي موتسرت منين؟ صح؟ من ورا. ايه اشهر الحان موتسرت اللي العرب بيعرفوها؟ فيوغيليز. برافو عليك. برافو عليك. شطور. فين؟
في غليظ. اوكي. ولد متربي ومتعلم بفلوس ابوه. انبسط انبسط شوف. طيب السنه الكبيسه فيها كام يوم؟ 366 يوم. اجابه صحيحه ادوارد. برافو برافو. انا بتاع الكبيسه. ادينا احنا فيها اهو. شعار الاولمبياد مكون من مجموعه من الدوائر. ثلاث دوائر. ثلاث دوائر. ايوه ثلاث. كام دايره؟ ثلاثة. إجابة صحيحة يا مارك. ثلاثة فوق واثنين تحت. أيوه صح. ثلاثة فوق. طيب هو كده خمسة خمسة. هنعمل سؤال ترجيحي. ماشي. طيب عمر الشريف قام ببطولة فيلم عالمي مشهور. لورنس أوف أرابيا. اسمه دكتور. دكتور زيباجو. إجابة صحيحة. فريق إدوارد وماريا هما اللي كسبوا. باركت له كده باركت له كده. ايوه مبروك. برافو 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 ادوارد. ايوه ده تشامبيون الابطال. هتحكم عليهم ايه؟ تعالوا لي بقى. انا عجبته لنفسي. عايز فيفيان. ايوه. لا لا تغني اي حاجه. لا ايوه ايوه ايوه. طب اقول لك على حاجه. احكم عليها بحاجه مش لازم تبقى في الاستوديو. يعني عايزه تعمل ايه؟ اي حاجه بره. تعمل ايه؟ مكرونه بشاميل. طب نروح نخليها تطبخ لنا حاجه يا ولاد. تعملي فشار الاول. وبعد الفشار هتعملي كده خلاص. اوكي. سبته مثلا باجي بالليل ولا عايزه تقولي هتطبخ بالليل؟ يا بتطبخ بعد الظهر. ايوه طب ما ايوه طب ما انا عايز اطبخ. انا بقى لك لابسه في دماغي. نروح تطبخ بالليل. طب ما هو برضه الست شقيانه طول النهار وطبخت وعملت وخلاص. روح تعملي لي زفر. زفر ده ايه؟ معرفش مالك كده. انا عايز افردي انا دماغي طالبه. انا خايفه عليه يتخن. خايفه عليك تتخن. هقعد تاني يوم ما اكلش. هتروح تطبخي. خلاص يا جماعه الراجل كسبان من حقه النهارده يا فيفيان. معلش عشان خاطرنا عشان خاطرك انت بس. ادوارد وقفتك الجميله. ادوارد وقفتك الجميله. ولادك روحهم حلوه ومراتك امرايا وجميله وربنا يديم العشره الحلوه. ادوارد حبيتكم جدا جدا جدا. مستنيه مارك في دور السنة دي في رمضان إن شاء الله. ومستنية فيديو كليب جميل لي بصوتها وسنها لماريا اللي لسه في ثالثة سنة. مستنين فيفيان تطبخ النهاردة. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك.